السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 285 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء ال 13 من حديثنا عن سلسلة الـ Infrastructure Project أو مشروع البنية التحتية، خاصة كبداية بالنسبة لشبكة تصريف الأمطار أو الـ Storm Drainage Network. في الفيديو ده هنتكلم عن الـ Storm Network Details أو تفاصيل خطوط الشبكة تصريف الأمطار. يمكن في عندنا بس هي يمكن صورة واحدة نتكلم فيها يمكن عن تفاصيل الشبكة، والنقطة اللي احنا بنعول عليها دايما انه يعني الرسومات او المخطط ده مش هو الحاجة الستاندرد اللي هتلاقيها في كل مشروع. ممكن تلاقي فيه اختلافات من مشروع لمشروع، ومن حتى الابريفيشنز او الاختصارات ممكن تلاقيها مختلفة من مشروع لمشروع، ولكن نكون متفقين بنسبة كبيرة انه الحاجات هتكون متشابهة حتى لو اختلفت في المسميات. ده يمكن يعني جزء من خط شبكة يعني كبير، تمام. وده يمكن الخط اللي موجود عندنا غالبا بيذكر لك زي ما انت شايف، احنا زي ما قلنا قبل كده برضو انه في عندنا خط رئيسي، تمام، يعني على بيكون بالنسبة للأسفلت قلنا انه بيكون فيه خط، مش خط، يعتبر مصيدة مطر فرعية ومصيدة مطر رئيسية. دي تعتبر مصيدة المطر الرئيسية او المين كاتش بيسن، وفي هنا واحدة فرعية زي يمكن هنا زي ديت، لان ديت مختلفة شوية. فالفرعية بترمي على الرئيسية، والخط الرئيسي هو اللي بيجمع لمنطقة تجميع مياه الامطار، سواء ان هي مثلا اوبن شانل او محطة رفع امطار. فالنقطة ان انت بيكون في عندك لاين نمبر على الخط ده، بيذكر لك طبعا علشان لانه ممكن تلاقي في اكتر من خط موجود عندك، فلازم يذكر لك الخط ده بالذات يعني في الجزء ده او في الطريق ده رقم كام، تمام. فبيذكر لك في اللاين نمبر. النقطة التانية طبعا ده بيكون خلال طريق، فبيكون في حاجة اسمها ستيشنز او المحطات، زي ما انت شايف مثلا هنا 0 بلس 500 0 بلس 600، في هنا 0 بلس 500، لانه ده بيكون بيساعدك في ان انت تحدد المكان اللي احنا فيه موجودين فين على الاقل، واحنا كمان بنعمل مثلا الدوكيومنتيشن او الرفايات او يعني طلبات الاستلام علشان الموضوع يكون محدد. في عندك ستيشنز بالنسبه للطريق. النقطه الثانيه انه زي ما انت شايف الخط الرئيسي اللي موجود عندنا بتلاقي عليه انديكيشن فاي 900 بر ال 175 اس 0.072%. وطبعا يعني ده تفاصيل الخط عامل ازاي، تمام. وبرضك انت في اللوحه اللي موجوده عندك غالبا هتلاقي التفاصيل ديت معناها ايه، ومش يعني هيديك اختصارات وهيقول لك انت خمن يعني، لكن هيديك ايه هي معناها. طبعا هتلاقيها في جانب اللوحه على اليمين زي ما انت شايف مثلا، ده تقريبي ان فوق هنا هيذكر لك اللاين نمبر، تحته ده يعتبر رقم الخط. الفاي 900، فاي 900 ده البايب دايا ان مليمترز، هنا انه قطر الخط ده او قطر المواسير ديت خط 900 او 900 ملي او 90 سنتي، ده بالنسبة للدايا. 100 length of pipe in meter، طول الخط في الجزء ده يعتبر طوله كذا، يعني مثلا هنا يعتبر طوله 175، هنا طول الخط بين، يقصد هنا انه بين مصيدتين المطر، مش يعني انه طول الخط اجمالا، لا، بين مصيدة المطر وهنا عندنا 105، بين مصيدة المطر ديت وديت عندنا 175 متر، وكذلك مثلا هنا عندنا 95 متر، هتلاقي الموضوع مختلف. 0.065 سلوب اوف بايب ان برسنتيج، نسبة الميول اللي موجودة في الخط، وديت نقطة بتعبر لك انه الخط اللي موجود عندنا هنا هو خط معتمد على السلوب او الجرافيتي في تصريف الامطار، مش خط ضغط ولا حاجة، فما دام في يعني سلوب لصرف المياه. فاذا الفاي تعتبر الديامتر 900، ال 100 اس 0.65. دي بالنسبة لتفاصيل الخط. النقطة الثانية انه برضو بيكون مديك انديكيشن للمياه
مصيرة المطر الرئيسية، وغالبا بيذكر لك عليها رقمها كام، وإن مصيرة المطر الفرعية رقمها كام. وأحيانا ممكن بيكون في عندك حاجة زي ستوب أوت. ستوب أوت إنه تقدر تقول زي مثلا حاجة للامتدادات المستقبلية أو التوسعات المستقبلية أو كده، فبيسيب طرف رباط كده نقدر نقول بمصطلحاتنا يعني، إنه يعني بيسيب طرف خط كده بحيث إن هو يقدر يوصل على الشبكة ديت فيما بعد. النقطة التانية إنه غالبا زي ما كنا اتكلمنا في مصيرة المطر، قلنا إن في أنواع مختلفة للسقف، إما إنه هو يكون السقف فتحة فتحتين، الغطاء نفسه ممكن يكون يعني مخرم أو صلد مصمت. فكل ده برضو بيبانك في رسومات زي ما أنت شايف هنا، مثلا بتلاقي مربع كده، هنا بتلاقي مربع كده يعني جاي في جزء بالورد، تمام. هنا نفس الفكرة، نفسه هنا، ولكن زي ما انت شايف هنا كده عامل لك ايه، زي تقدر تقول مربعين جنب بعض. فبرضك الانديكيشن ده بيوضحه لك انه مثلا ان المربع الواحد ده يعتبر كاتش بيسن سنجل جريت وذ نمبر، انه مديك الرقم بتاعه، وهل هو نوعه سنجل ولا الفتحه بتاعته سنجل ولا الفتحه بتاعته دبل. زي ما انت شايف هنا مربعين، هنا كاتش بيسن دبل جريتنج، انه ده فيه فتحتين. ده برضك عشان تكون عارف لو في جزء يعني مقفول كده او مربع متهشر مصمت كده، فتعرف انه ده كاتش بيسن ويز سوليد كفر ويز نمبر. طبعا السهم ده بيديك انديكيشن في الفلو ارو، انه زي ما انت شايف هنا باللون البرتقاني ده كده الخط جاي كده، يمكن كان فيه هنا سهم، وهنا برضك في سهم كده بس يمكن مش واضح. فده مديك اتجاه السريان بالنسبه للميه، انه الميه ماشيه بتجمع من هنا وترمي هنا، ماشيه في الاتجاه. ديت يمكن اغلب الملاحظات اللي موجوده بالنسبه هتلاقيها على خط الشبكه، مع بعض الاختلافات او بعض الحاجات اللي انت ممكن ما تلاقيهاش بين هنا. وبرضك من باب التفصيل، انه برضك هتلاقي في نفس اللوحه هتلاقي في سكادول اوف كاتش بيسن او تفصيل للكاتش بيسن، برضك بتلاقي رقم الخط، رقم مصيره المطر، الاحداثيات كنورسينج وايستينج، بتلاقي كل مصيره مطر لها فينيش جريد ليفل، انه منسوب سطح الاسفلت ايه، الاوتلت مخرج. طبعا الكلام ده اتكلمنا عنه بالتفصيل، ولكن بس من باب التذكره يعني، انه في اوتلت وفي اكتر من مدخل، طبعا بيذكر لك التفاصيل بتاعتها، ده برضك بيكون مدرج في نفس اللوحه. ان شاء الله نلتقي في فيديو اخر ونوضح انه كيفيه التنفيذ الشبكه في الموقع. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.